السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز تدريب كلاب الحراسة بدمنور نور معاك كابتن ابو نور، منورين يا جماعة. تحياتي ليكم، تحياتي لكل الناس الجميلة اللي مشتركة معانا على قناة تدريب كلاب ومدوجز دمنور. تحياتي لكل الناس اللي بتنتظر مننا المعلومة الصح، الفايدة في الكلام، اللي مفيش حد يضحك عليها او يشتغلها او يكبر لها الموضوع او يعمل لها مهرجان. طبعا يا جماعة، بمناسبة ان احنا كلنا واغلبية الناس اللي بتربي كلاب بتشتكي الايام دي من الجراد. طبعا الجراد يا جماعة ده حاجة، بص، طالما عندك كلاب اكيد عندك جراد، ما تقوليش. طبعا انت لازم تكافح، لازم الجراد ده تكافحه، بس لما تكافح بالطريقة الصح هتلاقي ما عندكش النسب العاليه اللي بنشوفوها عند الناس والكميات الكبيره اللي بنشوفوها في الكلاب والحاجات دي كلها. طبعا الكلب يا جماعه معروف ان هو عشان الشعر والفروه بتاعته وريحه الكلب كمان، دي اكتر حاجه هي بتلم الحشرات وبتلم الجراد وبتلم الكلام ده كله. طبعا اوعى تقول لي ان في حد مربي كلاب في مصر كلها ما عندوش جراد، دي استحاله. اكيد بيجي له بيكافحه، يبقى ما عندوش، بعد كده بيجي له تاني يكافح. يعني الموضوع دايره، وانت لازم، الموضوع محتاج منك نظافه، لان انت دي حاجه انت مسؤول عنها، يبقى لازم ترعاها وتنظفها. طب النهارده هنتكلم عن جراد معين يا جماعه، اللي هو الجراد اللي بيجي في الجراوي الصغيره. طبعا معلش احنا ما بنقولش قراد بقى وقراد وكلام من ده، لا احنا بنتكلم بالبلدي عشان طبعا كل الناس محتاجه الكلام ده بالذات. تمام، نتكلم الجراد اللي بيجي في الجراوي الصغيره. طبعا بتبقى مشكله، طب الجراوي الصغيره دي مش هينفع تدي لها ايفوماك، مش هينفع تدي لها مش عارف ايه، مش هينفع تدي لها كلام من ده. الموضوع سهل خالص يا جماعه، ومش موال، ومش محتاج ان انت تكبر وتصرف وكلام من ده. ممكن ب 10 جنيه لو عندك 5 6 جراوي او ب 15 جنيه هتعمل الموضوع ده كله، مش هيبقى فيهم حشرات باذن الله. كل اللي عليك هتعمل حاجه واحده، هتروح لبتاع المبيدات الحشريه زي ما قلت لكم قبل كده يا جماعه، وهتقول له انا عايز الدايزانول. الدايزانول ده اللي هو بالشكل ده، تمام، بتبقى الازازه بالشكل ده كده، تمام. الدايزانول ده بيبقى عامل شبه ريحه الجاز كده يا جماعه، لو حطيت عليه نقطه ميه بيبقى ابيض زي اللبن، تمام. بس طبعا دي ازازه كبيره عشان احنا الكميات يعني الكلاب عندنا كتير، فانت بتجيب ازازه صغيره عادي او تجيب ب 10 جنيه فرط او كلام من ده، بس هو بيبقى لونه اصفر، لو شميت ريحته بيبقى عامل شبه الجاز كده السولار، تمام. وبتحط عليه ميه، بتزوده بميه وتشتغل بيه. طيب الجراوي هنزوده ازاي وهنستعمله ازاي ونمشي بيه ازاي؟ بالنسبه للجراوي هتجيب 10 سم دايزانول في علبه كده، ربع ازازه كده، ممكن تقطع ازازه ميه، تمام، بالشكل ده كده، وهتجيب 10 سم دايزانول تفضيهم من غير ميه، وبعد كده هتجيب 5 سم ميه تحطها عليهم. قال لا، طب ده كده هيبقى كتير خالص ويعمل تسمم. لا، مش هيعمل تسمم ولا حاجه، انا هنوريك تستعمله ازاي. ولما تيجي تروح لبتاع المبيدات الزراعيه، تمام، ويقول لك حاسب دايزانول ايه ده، يعمل تسمم ويموت لك الكلاب، ويقول له مالكش دعوه انت، بس خلوهم يموتوا مالكش فيه. طبعا انت لو مشيت بالنظام اللي احنا ماشيين بيه وبالطريقه اللي انا بقول لك عليها دي، اللي هتبقى تمام التمام باذن الله. تمام، هنجيب كده، بيبقى شكله شكل اللبن كده، باين كده في الكاميرا، بيبقى شكل اللبن كده، تمام. بتحط 10 سم دايزانول مركز عليهم 5 سم ميه مش اكتر، يعني باساس نسبه التركيز تبقى عاليه باقصى درجه، تمام. وهنقول لك بقى الطريقه اللي هتعملها مع الجراوي، لان اغلبيه الجراوي الجراد بيبقى موجود في ودانها بس، تمام. إيه هتعمل ايه مع الجراوي في ودانها؟ اهم حاجه انك ما تجيبش ناحيه بقها وخلاص، تمام، وما بين صوابع رجليها وتحت تحت بطاطها، تحت يعني فوق الرجول كده، تمام، لان ده المكان اللي هو اي مكان دافي هو اللي بيحاول المكان ده الجراد كله بيتلم فيه. هنجيب حته قماشه صغيره كده بالشكل ده، تمام، وبنبدا ان انا نبلها من الديزانول على الميه، تمام، وبنعصرها تاني، نبلها كده ونعصرها، ونيجي جاي في ودان الجراوي وماسح. وريني جراوي كده، تعالى كده بالكاميرا. بتبل كده طبعا. وبتجيب الجرو كده تفتح ودانه، تمام، وبتجيب تدخل القماشه جوه في الود وتمسح بالطريقه دي كده. اهم حاجه سقط القماشه في الود وما تجيبش عند بقه، تمام، تمسح كده، سيب الجراد زي ما هو، هو الجراد هيندم ان هو مسك في ودن الجرو، تمام. اهو نبل تاني حرف القماشه كده زي ما هي واضحه كده في الفيديو، تمام، اهي، تمام، ونيجي رافع ودن الكلب كده زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، وندخل القماشه جوه. اوعى تستعمل البيوتوكس، في حاجه اسمها بيوتكس، ده بيستعملوه للقراد في الكلاب. لو استعملت البيوتكس انت هتحط كده في ودن الكلب صودا كاويه، عشان يبقى عندكم علم يا جماعه. الدايزانول مش حامي،
الدايزانول هو بيقول لك سام لكن البيتوكس امن. بس في نقطه عايز نعرفها لك، البيتوكس على الجلد ماده كاويه بيكو. كنا قبل كده نزلنا كلب جيرمان كان واحد بيحط له بيتوكس في ودنه، تمام، عمل له عقده نفسيه وبدا الكلب يعض صاحبه، تمام، والكلب بدا يتضرر من الموضوع ده وبدا يحصل مشاكل وحاله نفسيه للكلب سببت له ايه. عشان نديك معلومه، البيتوكس كمان لو مسحت بيه جلد الجراوي ديت بينحل الشعر وبيكوي الجلد، يعني بتلاقي الجلد ده اتحرق زي المحروق، تمام. وبنجيب الصوابع، احنا كده عملنا الودنين اهو زي ما وريتكم، تمام، الودن دي والودن دي، تمام. بنجيب الصوابع يا جماعه، صوابع الرجل، وبنعمل ما بين الصوابع وبعضيها كده. الموضوع مش صعب يعني، اهم حاجه بقى انك ما تتحمش الجرو بعديها طبعا. وزي ما قلنا يا جماعه، ما تحميش لو عندك جراوي صغيره، اوعى تحمي الجراوي قبل التطعيم. حته قماشه مبلوله بشويه شاور ونعصرها كويس ونمسح الجرو، هيبقى تمام التمام، ونضيفه 100 100 وتبقى ريحته كويسه. ادي كده زي ما وريتكم كده يا جماعه اهو، كل ده بالدايزانول 10 سنتي على رتل ميه على 5 سنتي ميه، ده بالنسبه للجراوي. انما لو هنحمي كلب كبير يبقى 10 سنتي على رتل ميه، ونحمي الكلب الكبير بيه عادي بس ما نجيبش عند بقه، تمام اهو. الحتت بقى اللي هي تحت الباط كده يا جماعه في الجراوي زي كده بنيجي ماسح كده، طبعا الاماكن ديت اللي بتلم ايه الجراد كده اهو، تمام، وعند البطن تحت لان ده المكان اللي بيلم الحشرات والكلام ده كله. اي مكان قريب من الحمام بتاع الكلب والميه والكلام ده هو اللي بيلم الحشرات كلها. بس كده سلام. طبعا يا جماعه يا رب تكونوا انتوا كده فهمتم الطريقه ازاي، وان احنا نستعمل الدايزانول ازاي، ونستعمله مع الجراوي بالذات ازاي، لان لازم تبقى محرص ما تجيبش بالقماشه عند بقه وما تعملش نظام حمى. لا، هي القماشه بنبلها وبنيجي عصرها وبنبدا نمسح الودان من جوه وبرم القماشه كده، دخلها في الودن من جوه خالص، باذن الله تاني يوم مش هتلاقي ولا جراده ولا حشره. نجيب 10 سم دايزانول على 5 سم ميه، نقلبهم على بعض تبقى عندنا شكل اللبن، وبحته قماشه وبنعمل الموضوع ده. طبعا يا رب في ناس كانت محتاجه الموضوع ده كتير، وناس عايزه الكلام ده كتير. يا رب تكونوا كلكم فهمتوا الموضوع وعرفتوا ازاي، لان طبعا ده جرو مش هينفع نديله ايفوماك، مش هينفع نديله دواء للحشرات والكلام ده كله، مش هينفع نحط له البارس، مش هينفع نحط له الحاجات دي، لان لسه كلب صغير ما خدش تطعيماته. فاحنا بنعمل له الحاجه ديت دي باذن الله اللي بتنظف الموضوع ده خالص، وما تخليش فيه اي حشرات تاني. ربنا يسهل الحال يا جماعه، باذن الله هنعمل لكم حلقات تانيه تفيدكم اكتر واكتر. تحياتي ليكم، تحياتي لكل الناس المشتركه معانا على القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.